عودي معكم للمتابعة. ما بدها هالقد مع ميلاد، بقول لكم شغلة كثير مهمة، انه السؤال كيف تخلصوا من مشاكلكم كثير صعبة، يعني مش انه هينة كيف تخلصوا من مشاكلكم، بس رح نبسط لكم اياها. البعض منكم جاوبني هون، بس خلينا نشوف مع ميلاد شو الصح وشو الغلط. ما بدها هالقد. صباح الخير. صباح الخير، كيف حالك؟ الحمد لله، انت كيفك؟ تمام. بدي اقول صباح الخير للمشاهدين، بدي اقول انه رح نتلقى اتصالاتهم اليوم، الاتصالات الهاتفيه كمان على موضوعنا، وفي عندنا سؤال بس جوزيف رح جاوب عليه قبل ما مزبوط قبل ما نفوت بالموضوع. في سيده الاسبوع الماضي كانت اتصلت فيي وقالت لي انه عم بتقول لي انه هي حابه ترجع على الجامعه وانه خايفانه من نظره الناس، وقلت لها يا ريت بتعطينا شوي تفاصيل اكثر. خبرتني طبعا شارحه بالتفصيل، ما رح اقراه كله على الهواء، بس بما معناه خبرتني انه هي تركت التقاس، يعني ما نجحت بالتقاس لانه كان عندها وضع بالبيت، انه كانت عم تحضر لعرسها وانه كانت كمان اما يعني بحاله مرضيه وقعدت معها وما قدرت اهتمت فيهم وسقطت، وقتها ما فشلت بهيدا الامتحان صار عندها هيدا التردد، وهلا اتجوزت وصار عندها اولاد، بس عندها ديلام، يعني عندها اذا بدك نوع من فكرين، فكر بيقول لها انه انت لازم تعملي شيء وتاخذي شهاده، لانه هي بتقول انه ما بتحب قعده البيت وبتخلص شغل البيت وما بتحب الصبحيات مثل ما بتوصف بالرساله. الشغله الثانيه بتقول انه بركي فشلتي وبركي يعني كمان كررت هذا الموضوع. اول شيء بدي اقول لها انه اليوم عرفي اذا اليوم انت رجعتي درستي وما اعطيتي اهتمام لدرس كمان رح تفشلي، هيدي حقيقه، هيدا واقع، يعني اليوم انت اذا لانه المره الماضيه كان عندك الاعذار وحطيتيهم بما انه امي كانت مريضه وانا كنت عم حضر زواج، بس اليوم كمان ممكن تلاقي 100,000 عذر لحتى تفوتي وتكوني عم تدرسي يعني وما تقدمي الامتحان منيح. اليوم فيكي ممكن تقولي لي انه التهيت مع اولادي، صار عندي شيء بالبيت، سو بدي اعرف براسي انه انا لما بدي اقرر شيء بدي اعرف كمان وين عندي القدره اني اعمله، وين عندي القدره بدون ما اتخبى ورا عذر، لانه اليوم اللي بده يدرس بيدرس الساعه 3 وجه الضوء، ما في عذر. صح. سو لطالما لقيتي قبل عذر ممكن هلا تلاقي عذر وتتخبي ورا الفشل. لازم تعرفي انه اليوم اذا انت بدك تعملي شيء لازم تقرري وتصممي وتعطيه الوقت الكافي. هلا لما بتقولي لي خيفان الناس انه يشمتوا، من اني هون الناس؟ حددي موقفك، من اني هون الناس؟ انت بهمك كل الناس، وانت حتنشري بالجريده انك رايحه عم تدرسي؟ لما بنقول كل الناس بكون عم نخوف عقلنا جوزيف، عم نقول لعقلنا انه من اني كل الناس؟ ليش انا بهتم بامر كل الناس؟ ليش انا اذا الناس حكيوا عني بهتم بامرهم؟ يعني ما في ناس، يعني شو انا بهتم بالمقربين لإلي؟ انا اللي عم تقوله مزبوط، بس دائما اللي بتحكي ميلاد انه لازم نتخلص من الخوف، لازم نطحش. اكيد. طيب لانه اذا ما بتطحش ما بتعمل شيء. اجى واحد، بس الخوف موجود. ما هو لا، هو موجود لانك تربيت عليه، هو موجود لانك تعلمت تعيشه، بدك تكسر الخوف لحتى تتقدم بالحياه. كرمال هيك نحن بتشوف ناس قاعدين ما عم نتحرك، ما عم نعمل شيء، ما عم نغير بواقعنا، ما عم نتقدم، نتطلع على التلفزيونات بنشوف قصص نجاح عالم بهالكون عم يعملوا كتير قصص، نحن قاعدين ايه؟ لانه ما بعدنا عم نتجرأ انه نكسر الخوف ونقول لا بدي غير وانا قادر غير. بس في عالم تكسر الخوف وتطحش ويعتبروها يمكن بوجهها وقاحة، أو بيعتبروها بوجهها جرأة زيادة عن اللزوم، يعتبروا شو ما بدهم يعتبروا، ممكن تقلب، ممكن تكون ردة فعلها سلبية. بس بفضل أنا أقلب لأني طحشت على أني موت من التنبلة. مش مزبوط؟ يعني أجا واحد قال له أنه ينتبه ممكن أنت تفشل، بيحكوا عنك، قال له طب إذا ما عملت شيء بالبيت أنا كمان ماني فاشل أوريدي؟ إذا أنا قاعد ما عم بعمل شيء. لا هون عم بحكي عنها هي خوفها الأكبر إنه نظرة الناس لإلها، نظرة الناس لإلي، شو بدها تقول إذا أنا؟ من إن الناس؟ ما في أقول لعقلي نظرة الناس، من إن الناس؟ أنت من مين خيفانة؟ عم تقولي زوجك داعمك، زوجك بده إياكي تاخدي شهادة وتتعلمي، منه كافي؟ منه كافي لما بتكون أكثر المقربين لإلك بيأمنوا إنه أنت قادر تعمل وبيشجعوك، ما مش كافي؟ مش هيدا هو الفيول والبنزين اللي انت بدك اياه لتطحش بالحياه؟ anyway اذا بدك ضلك ناطره الناس وبتحكي، الناس بتقول انك اذا بقيتي بالبيت او طلعتي من البيت، اذا درستي او ما درستي، دائما بيلاقوا لك، دائما حيلاقوا لك شيء، ما تنطري الناس، بعدين الناس اللي بتحكي هي ناس بتكون لان ما انا خيفانه بتحكي، وزياده عن هيك بدها تهرب من واقعها، لانه شايفه لو بتطلع كل واحد بواقعه، ولو واحد كل مثل ما بيقولوا بيشوف مصيبته كانت يعني بيطلع بمصيبته، ما كان بنحكي على غيرنا او بننمنم او بنقول جوزيف ليك هلا جوزيف صار عم بيمثل، ليش شو ما بقى راضي التلفزيون؟ ما بقى يرضى يكون مقدم برامج؟ بده يمثل؟ ايش لا بده يمثل وبده يعمل تلفزيون، وبكره يمكن بده يغني وما حدا له شيء معه،
المهم يكون عم يعمل شيء مقتنع فيه هالشيء يعني. يلا حتى نحكي بالموضوع. موضوعنا اليوم كيف قلت كيف بدنا نحل المشكله. برجع بذكر الاراميه اللي عم يشوفوه هنا الاراميه اللي فيهم يتصلوا. بدك يتصلوا هلا؟ ايه قلت لهم انه فيهم يتصلوا. طيب انا بدي اقرا لك كم جواب ومنهم تنطلق انت ومين معه حق ومين ما معه حق. يعني حدا انا باخذ وبعطي، حدا قال لي انا باخذ وبعطي، صباح الخير بتعامل مع مشكلي بوجه اللي قدامي واذا ما لقيت فايده منه بطنشه. حسب المشكلة إذا مع قريب أو مع غريب، صح. مع حدث معين، كل واحد له استراتيجية. صباح كيف بوجه المشكلة بحاول كيف بحلها بالحوار والتفاهم والهادي مع أطراف المشكلة وهيك بتنحل. صباح الأنوار، كنت عصبية ولكن عرفت أن العصبية بتزيد تعقد المشكلة وبطنش. النقاش والتفاهم وأسلوب التكلم، النقاش هو الأفضل بالتفاهم والرواء. صباح تطنيش بروية تفاهم يعني سوري يعني. بس خليني اشكر تمارا، دودي عساف، ارن ارن، بلانش نيج، بلانكا فلور، لولوكسي، بيرايا، عامر. بعد في كتير، بعد شوي بنقول الاسماء. اوكي تفضل. خليني اقول اول شيء، اول شيء لحتى حياخد اتصال قبل كمان. يلا الو سعاد. الو الو ايه تفضلي مدام سعاد. الو ايه تفضلي سعاد. صباح النور. بدي اقول لك شغلة. تفضل. يعني اللي بده يقدم على الدرس، مش انتوا هيدا بخصوص الدرس؟ لا مش بخصوص الدرس، نحن عم نحكي بخصوص سيدة حابة من بعد ما تزوجت وصار عندها اولاد ترجع تدرس. ايه طيب، بتقدر الوحدة يكون عندها ثقة بنفسها؟ نعم. وتقوم ببيتها بواجباتها مع زوجها ومع اولادها وتامن كل شيء وبعدين تكفي بدراستها. نعم. شكرا لك، شكرا لك مدام سعاد، هيدي نصيحه كمان اجت من منال. سيده لسيده. منال معنا. منال صباح الخير. يا منال قطع الخط مع كانت منال. من بقى. طيب خليني اقول اول شيء مشكلتنا مع المشكله جوزيف انه لما بيصير عندنا مشكله بنصير نحس انه كل الدنيا وقعت. وهو هيدي اول غلطه بنعملها بالمشكله، هي انه نحن بنفتح لها كل المجال بعقلنا، بنقول لها يلا تفضلي خدي كل افكارنا. صار انا عندي مشكله، ما عاد بشوف بحياتي الا المشكله، مع انه انا بيكون عندي كثير اشياء ثانيه بقدر اشوفها بحياتي. اني احط المشكله باطارها الصحيح، بالبوكس الصحيح، بالصندوق الصحيح تبعها، كثير بيساعدني على اني احتويها. لازم انا اول شيء احتوي المشكله كاول مفتاح من مفتاح الحل. احتويها شو المقصد؟ يعني اتقبلها؟ شوف حجمها. لا ما قبل ما اتقبلها، هلا انا ما قادر اتقبلها. شوف حجمها. شوف يعني اوكي قد ايه مقاساتها. مقاساتها جوزيف اليوم واقع بمشكله، قديش كبرها هالمشكله؟ مين متأذى فيها؟ شو اللي متأذى بجوزيف فيها؟ متأذى شغله، صحته، نفسيته؟ يعني ما فيي انا اوقع بالمشكله، بدي اعرف لحتى احتويها، قديش كبرها؟ وين طايله؟ بعد خمس سنين اذا فكر بالموضوع جوزيف هل حيضل عنده مشكله؟ لو كان صديقه لجوزيف وقع بهالمشكله شو كان ممكن يقول له؟ اوكي شو عم بعمل؟ عم بحتويها. مجرد احتواء المشكله يا جوزيف انك تحطها بصندوق، هيدا يعني اول حل بانك بلشت عم تشوفها عن بعيد. ترين ماشي. اوكي. لما قالوا انا بواجه الترين ماشي، واحد قال قرر يوقف بوجه الترين، شو بيصير فيه؟ بينمعس. بينمعس. ايه بس سؤال. الترين ماشي، المشكله ماشيه. ايه. بوقف انا هيك. بتفرج خليها تمرق. تمشي وتمرق وبشوف قديش كبرها قديش صغرها. بشوف قد ايه كبرها، بس مش اذا كبيره بصغرها بعيني، يعني لازم اعطيها حجمها. ايه انتبه، انت ما رح تصغرها، انت حتكبرها. نحن بنميل انه هي تكون بوسطه بنعملها ترند. لا والله في عالم متصغره مليون. بس جريت، يمكن بيحلوها. يمكن بيعطوها حجمها المضبوط. او هول الناس اللي عم تقول انه بيصغروها هن شافوا الجوانب الثانيه اللي ما لها علاقه بالمشكله. يعني انا شو اللي عندي المشكله؟ هي اوكي اذا عندي مشكله ماليه، طب جيت انا ما عندي مشكله صحيه، ما عندي مشكله اجتماعيه، طب هيدي المشكله الماليه شو تاثيرها على مين؟ تاثيرها على وين؟ حجمها. اللي بيصير فينا جوزيف بس نوقع بالمشكله بتبلش افكارنا تعمل سيناريوهات لتوقعات واحتمالات انه ممكن تصير بهيدي المشكله، وهيدا بصير تخوفنا اكثر من المشكله بحد ذاتها. بتيجي بتسال واحد بيقول لك مثلا عندي هيدي المشكله الماليه، بتقول له من شو خيفان؟ بيقعد يقول لك سيناريوهات، خيفان انه بعد سنه يجي واحد يقول لي هيك ويطلع هيك. تقول له هلا عم تفكر من هلا لبعد سنه؟ سو كمان لازم اسال حالي لما بوقع بمشكله انا من شو خيفان؟ شو هو الخوف؟ لانه ربما انا ما بكون خيفان من المشكله بحد ذاتها اكثر ما بكون خيفان من السيناريوهات او الاحتمالات اللي حطيتهم للمشكله وشو بده يصير. اوكي. اعطيك مثل. اليوم انت اتصلت بحدا من اولادك مسكر التليفون، بالنسبه لك مشكله، جيت مأزم.
يا جوزيف من شو المشكلة؟ شوف شو بعمل وين وين راحوا؟ شو عم يعمل؟ شو يا جوزيف روق هلا هي القصة شو القصة؟ خلينا ناخذ سمية ونكمل. سمية صباح الخير. بونجور. يا هلا سمية تفضلي. بونجور كيفك جوزيف؟ الحمد لله كيفك أنت؟ ماشي الحال فيني أحكي مع ميلاد؟ تفضلي سمية تفضلي. بونجور ميلاد. بونجور سمية. ميلاد بس بدي اسالك النسخه العربي تبقيتك امتى بتطلع؟ نسخه الكتاب العربي من هلا لشهر واعديننا انها بتكون بالاسواق وبدنا نتامل خير وهيك ويعني ونشكر الله على هيدا الشيء ونتامل انه تكون بعد شهر. واول شيء اول شيء ببلغك سمية بقول لك. اوكي وشو نسمي الكتاب؟ 365 لحياه ايجابيه. اوكي وفيك تعطينا وقت اكثر على التلفزيون تبقى؟ فينا اعطي وقت اكثر بدنا نشوف اداره البرنامج ما بيرجع لي يا ريت بس اكيد بنبحثها مع اداره البرنامج يا سمية. طبعا سمية بدي اقول لك يعني بدي اقول لك شغله المواضيع اللي بينحكى فيها بهالفقره هي مواضيع بتصور بتهم كل انسان قاعد ببيته يعني وبياخذ منها ولو فكرة صغيرة، إذا بكل حلقة أخذنا فكرة صغيرة ممكن نحسن 100% 100% وعلى كل حال سمية يعني تابعينا لأنه حتى الموضوع لما ما بيخلص بسبت بننقله للسبت اللي بعده واللي بعده وبنرجع بنتابعه. طبعا شكرا على مش غلط إنه معك حق سمية إنه يكون بنص الجمعة لأن غير مشاهدين السبت كمان 100% بنفس المواضيع 100% أوكي سو كنت عم تحكي إنه أنت أوكي وقاعد بالمشكلة هلا صار معك هيك، أنت اللي خايفين منه هو التوقعات ليقوم يكون صار لا سمح الله معه حادث ليقوم يكون صار معه شيء ليقوم يكون سو انت ما نخيفين من سكر تليفونه بارانوياك بيكون لا لا هي هيدا وضع انا بصير لا 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 جوزيف هو لانه نحن مدعربين على الخوف لانه نحن عندنا دائما بنفتح احتمالات ليش؟ لانه نحن لما بنقعد بعيالنا بيصير معنا مشكله بيصير كل واحد يجيب لنا سيناريو لاحتمال ممكن يصير هيدا الشيء ما بيصير 80% بينت الدراسات انه 80% من الافكار اللي بنوضعها على المشكله حول المشكلة ما بتتم يعني أنت هون ضد اللي قالوا إنه نحن منواجه المشكلة لا بدي واجهها بس أول شيء بدي واجهها أول شيء بدي أعرف حطها بحجمها يعني بدي أعرف نوقف على جنب شوفها عم تقطع مش واجهها مش واجهها بمعنى إني أوقف أي يعني ما قصدت بمواجهة المشكلة بإني أوقف أعرض عضلاتي لأنه مرات ما لازم أعرض عضلاتي بأي معنى يعني معنى أنه اليوم أنا صار عندي مشكلة مرات أنه مواجهة بلا بدي أحكي بدي أغضب بدي روح كسره ما نحن هيك بنفكر بروق الغضب بشوف شو المشكله بشوف تحديدا انا كيف فهمتها بعرف انا من شو خيفان انا اليوم اذا قال لي جوزيف كلمه زعجتني من شو خيفان هل انا مصدقه هالكلمه تا زعجتني ام هو عم يفتري علي ما كمان بدي احدد الايموشنز بدي احدد المشاعر يلي انا عندي اياها عرفت هل انا لانه لمستني هل لانه ممكن يكون هيدا الشيء لمسني بيزعجني انا ام لانه هو عم يفتري فور اكزامبل قلت لك انه انت انسان حرامي مثلا اذا زعجتك واذا كبرتها يعني انت في عندك شيء منها زعجتك هلا رح اجي اتصال صباح الخير الو يا سعد صباحك يا هلا صباحك بدي اسمع بدي اسال يسعد صباحكم بدي اسال ميلاد نعم رويدا عن موضوع الاولاد وما الاولاد ايه قولي لي شو السؤال لك الصوت واطي كثير بالنسبه لموضوع اولادي عندي ابني عمره 18 سنه نعم كل ما بحكي معه دائما من فشل لفشل من البريفي للسيجونت لكل هالامور هيدي دائما بحفزني وبيقول لي انه هالسنة ماشي الحال هالسنة ماشي الحال بسجله وبتعذب وبعمل كل شيء اللي بوجباتي بلاقيه هو بيعاند بيمشي مشي يعني انه هو شاب وعمره 18 سنة وانا شوي بلاقي ما في شيء ابدا بيعمله مثل ما هو لازم بيسقط وبيرجع بيكلفني مرة تانية وهلأ مش عارفة هلأ السنة قال لي أنه أنا بدي أمشي تمام وبدي أشتغل وبدي ضبط الأمور كليتها وخايفة أنه أرجع سجله أرجع من فشل لفشل لأنه لا عنده ثقة بنفسه لا عنده مواقف حازمة عنيد كل شيء بده إياه هو بكون عمره 18 واللي بدي إياه أنا هو صغير شوفي عنده شيء حلو هالشاب شوفي عنده شيء حلو بشخصيته شوفي عنده شوفي عنده شيء حلو بشخصيته هالشاب عنده هو شخصيته مهضوم وقريب للقلب وهذه هي أكثر من هيك ما في شيء مأكدي؟ إيه؟ مأكدي ولا بعد فيه؟ لا يعني بس أكثر من هيك يعني أنا وعصبي كثير
انا بكره حتى على بكره انه قوم فيقه. نعم انه وعين النوم من فزعي منه حتى ما انه يعني بس احكي معه اول كلمه ثاني كلمه بكون البيت تكسر. نعم شكرا لك رويد. هيدا الشيء بيصير. اول شيء بدك تعرفي انه لما يعني مش ابنك وحده بيوعد اهله انه رح يعملوا منيح. اليوم اذا بتجي بنسال يمكن نسال عدد كثير كبير من الاهل انه كل الاولاد لما بيفشلوا بشيء وبيرجعوا بيقولوا لاهله حنعمل منيح لانه هن كمان بحبوا ما يزعلوا اهله. وعم بيقول لك انا حاعمل منيح لانه كمان هو نوعا ما بحب بخاف انه يزعلك وبخاف انه انت يزعلك وبده يطمن لك بالك، عم يعمل افضل ما عنده بالوعي وبالمعرفه وبالقدره اللي مفكر حاله انه بيعرفها. هلا ما في حدا مدام رويدا انسان بحب يفشل. ما في حدا بيروح على المدرسه بده يفشل، وابرز دليل انه لو ابنك بده يفشل ما بيقول لك سجليني. لو ابنك بده يتهرب من المدرسه ما بيقول لك سجليني صح؟ هلا هي مقدوراته بس عم تقول هي انه في عنده تقصير يعني هي شايفته انه عم بقصر. بس جوزيف انت اليوم ولد عمره 18 سنه برايك ما بده يتعلم، هل بيقول لامه رجعي سجليني؟ لا اكيد هيدي معك حق فيها. فاذا بده يعمل بس ما عم يعرف او ما عم يقدر، في مشكله مطرح ثاني بدنا نحلها. بدها تنحل يمكن لازم تشوف سيكولوج 100%. اذا هو ما قبل انه يمكن هو ليشوف وين المشكله مدام، بس ما معناتها انه ابنك ما بده يتعلم او بده يزعجك، ما هدفه ابدا يزعجك. ولكن الفشل كمان عم يخليه عصب ويمكن معوض على المدرسه، بس شايف قلت خايفه سجله يعني في عندها الخوف، هيدا بدنا نحكي فيها مرت الجاي نرجع انه الخوف موجود اوقات واوقات بفيد انه نخاف حتى ما نوقع بخطا 100%. شكرا لك ميلاد. شكرا لكل المشاهدين، نحن وياكم مكملين على مصباح، بريك قصير وبعدها بنعود للمتابعه ورشه ملح. واينو مع عامر، خليكم معنا.